بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بئر صدقة جارية عن الحاج محمود عبد الرؤوف رحمه الله، والهاجة نهال محمد سكران حفظها الله معاوية. نوع البير الارتوازي بإشراف طراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم يحفظهم من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.